السلام عليكم، انا شكري وهعمل معاكم النهارده بسكوت الطاقه. فعلا بسكوت الطاقه، بسكوت العجوه بالسمسم والبهارات، طعمه جميل جدا وشكله جميل جدا ومفيد لكل الناس. وعلى بركه الله هنبتدي الشغل. انا ما عنديش مقادير، انا عندي بسكوت ساده، اي نوع بسكوت ساده. انا عندي جايب ارخص نوع، مش وعجوه، عجوه طريه اهي، وشويه سمسم متحمصين. ده اللي عندي كله وده اللي هشتغل بيه. عندي شوية سكر بودرة هفرد عليهم وخلاص على كده الموضوع. عندي جوزة الطيب، واحدة جوزة الطيب، أبشر شوية منها على العجوة، شوية، مش البلحة كلها، شوية منها بس كده. لو انت حابة ماشي، مش حابة ما تعملهاش. في خطوات ممكن ما تعملهاش، بس جوزة الطيب مع البلح مع العجوة طعمها جميل فعلا. وهعجنهم في بعض وهطري العجوه بتاعتي ديت قبل ما اشتغل. يبقى انا عندي العجوه وعندي البسكوت الساده وعندي شويه سمسم. طريت العجينه العجوه، هفردها بقى على سكر بودره، اهو شويه سكر بودره كده، وهبدا افرد العجوه بتاعتي. نوع البسكوت ده جميل جدا وزي ما قلت مفيد جدا للأطفال اللي هم بيتدربوا في النوادي، بيلعب أي لعبة بيتدرب محتاج طاقة. للشباب اللي هم بتوع الجيم والبادي بيلدينج والجو ده، الحاجات دي مفيدة جدا برضو ليهم. اهوت بنفرد العجوة بالمردان عادي خالص، لأن احنا مطرينا فهي طرية عادي خالص، ما فيش فيها مشكلة. بس يعني نوع البسكوت ده للناس اللي قاعدة في البيت، ده خطر شوية، هيدخلنا في مرحلة زيادة وزن، فلازم حركة، لأن ده بيدي طاقة وبيدي سمنة. الشباب هيحرقوه في التدريبات وفي المشي وفي الخروج والدخول، إنما الناس اللي قاعدة في البيت يخلي بالهم من نفسهم. فردنا العجينة بتاعة التمر العجوة، والسمك بتاعها انا ما بحددوش، انا هفرد السمك اللي هو المعتدل بتاعها. انت عندك الولاد بيحبوا العجوة فتخن شوية، ما بيحبوهاش، او يعني ما بيحبوش المسكر قوي يعني، فهتعملي الحجم اللي انا بعمله ده، لان الحجم اللي انا عامله ده التخن ده ما بتحسيش بالسكر بتاع العجوة فيه. عندك قطعة فوطة كده نظيفة، هبل لها ميه من الحنفيه عادي، وهمسح بيها السكر اللي على العجوه. خدي بالك من الخطوه دي، همسح بيها السكر اللي على العجوه خالص، وهسيبها مبلبله برضو، يعني مش ان انا هنشفها، لا، انا بمسح السكر اللي على العجوه. وهاخد البسكوت بتاعي ابدا ارصه جنب بعضه كده بالشكل ده. انا ما بحددش نوع بسكوت معين، هات النوع اللي انت عايزاه. باكل بسكوت قد كده ب5 جنيه او بمبلغ صغير يعني، مش هات النوع اللي انت عايزاه واللي موجود قدامك. بنرص الموضوع، بنرص البسكوت على قطعة التمر اللي احنا مسحنا من عليها السكر بالمية اهوت، ونقفل مع بعضه. بيقفل مع بعضه، دي جنب ديت قفلة مع ديت. طبعا انا بعمل قطع صغيره، انت بقى لو هتعملي قطعه كبيره هتكتري طبعا البسكوت وتكتري العجوه. وبكمل بالمكسر ده الحتت الصغيره اللي هي بتاعه العجوه دي. موضوع بسيط خالص وسهل خالص، وما فيش فيه صنع ولا فيه جنس حاجه، بس فايدته كبيره جدا للولاد زي ما قلت. هشيل بالزياده بس اللي طالع من البسكوت ده، طرف الزيادة ده من العجوة اهوت، وهمسح الجزء التاني بالمية والفوطة بتاعتي ديت. بمسح السكر البودرة اللي على العجوة وببلها علشان تلزق، خدي بالك من الموضوع ده اهو. هطبق عليها النص التاني، ممكن تطبقيه وممكن يكون مقطوع تحطيه عليها على طول على فوق، يعني مش شرط ان هما اتنين وتطبقوا على بعض كده، ممكن يبقوا قطعتين يتحطوا على بعض مفيش مشكلة اهوت.
بالراحة بس كده، ايه، بوصل العجوة لآخر البسكوت بالراحة كده اهوت. واتأكد ان هي مش لازقة ومش ماسكة في حاجة، وبعدين همسح، احط سكر البودرة علشان هتك عليها تكة كده صغيرة علشان ألزق البسكوت في التمر، ألزق البسكوت وأقفل البسكوت، هتبقى لازقة في بعضها ما تبقاش فكة عن بعضها. وش وظهر بشوية سكر البودرة اهوت. السكر على فكرة ما بيسكرش مع العجوة. بالراحة كده بنفرد. نوع جميل جدا وبسيط جدا وسهل جدا ومش مكلف. العجوة مالية الدنيا والبسكوت مفيش أكتر منه في أي بيت، يعني أي بيت فيه أطفال هتلاقي البسكوتات السادة دي. هحوش الزيادة بس اللي هي مفيش فيها بسكوت ديت، تكت عليها تكتين كده بالمردنة علشان ألزق البسكوتة في بعضها. هبدأ ايه، امسح السكر البودرة ده بالمية برضو عشان احط عليه السمسم بتاعه. انت لو ما بيحبوش السمسم الولاد ممكن تحط مكسرات، مكسرات مفرومة، اي نوع مكسرات مفرومة عندك حطيه، جوز الهند ماشي، اي نوع مكسرات زي ما قلت، فول سوداني مفروم ماشي، اللي انت عايزاه حطيه عليه هيمسك عليه على طول. شوف الولاد بيحبوا ايه واعمله له. انا هحط السمسم، سمس شوية سمسم متحمصين اهوت، والسمسم مع التمر بيدي طعم حلو وبالذات لما يبقى متحمص وموجود في البيوت كلها اهو. هوزع السمسم بتاعي على البسكوتة. والله في حاجة عايز اقول لكم عليها، يعني اي نوع انت بتعمليه لو انت عملتيه كده بنفس راضية او يعني حابة النوع اللي انت بتعمليه، والله نتيجته بتطلع مظبوطة، والله نتيجته بتطلع مظبوطة، بتطلع قرفته كويسة وبيستوي كويس وبيتقطع كويس وبيتاكل كله وبتبقى الدنيا كويسة. دي بالأمانة والله، ده عن تجربة، يعني أصناف بعملها وأنا مش حاببها، والله بتفضل في التلاجة ما حد بياكلها، رغم ان هي بتبقى اصناف كويسه يعني، مش بس برضه يعني ايه، اعملي كده الحاجه بحب كده، يعني حب النوع اللي انت بتحب، الشغلانه اللي انت بتعمليها، حب يعني انا ما بقصدش كلمه الحب بمعناه، يعني انا بقصد اعمليها بمزاج زي ما بيقولوا، يعني اعملي الحاجه بمزاج. مسحت الجنب التاني برضه بالميه، شلت السكر البودره ورشيت السمسم بتاعي، وبرضه هتك عليه تكة كده بالمردان عشان يلزق في العجوة اهوت زي ما انتم شايفين. تمام، هي كده تمام، مفيش فيها اي مشكلة خالص. اتأكدت ان السمسم بتاعي لزق، احطها في التلاجة ربع ساعة بالظبط. طلعت من التلاجة اهيت، شكلها هو زي ما انتم شايفين. زي ما قلت ممكن تستبدل السمسم بأي نوع انت عايزاه، بس يبقى مفروم علشان يمسك. سكينة المطبخ بتاعتك قطع على، مش قطع، مش هتجري السكينة، لا يعني بتنزلي بالسكينة على طول، ما تحركيش السكينة، بتتكي على طول بالسكينة، مش بتجري السكينة على حاجة، مش بتقطعيها، لا بتتكي عليها. نحط السكينة واتكي على طول اهو، ما بتحركيش السكينة رايح جاي يعني قصدي. وبنقل السكينة للجنب التاني بتك عليها على طول. شلت الطروف بس الرفيعة خالص عشان اظهر البسكوت عشان تشوفوه، انما طبعا لو انت في البيت ما تشيلش الطروف الرفيعة ديت، انما يعني لان انا شلت الطرف الرفيع علشان البسكوت يبان بس. هقسمها نصين، المقاس بقى بتاع البسكوتة بالظبط هو قد عقلتين وتخن صبعك، عقلتين وتخن صبعك، ده الحجم العادي بتاعه، وده اللي هو بتبقى واحدة تتحط في البوق وخلاص، حاجة صغيرة كده
يعني على بتتاكل على مره واحده، عقلتين وعلى تخن صبعك كده اهوت. هاجي على الطرف بقى طبعا، هساوي طبعا الحاجات دي برضو بتتاكل، اللي هي اللي في الجنب ديت اللي اتشالت دي بتتاكل برضو ما بتترماش، بس انا بوريكي انت تعملي ايه والشكل يبقى ايه. عقلتين وتخن صبعك بالظبط، عقلتين وتخن صبعك. بتك على طول، قلت ما بجريش السكينة على الحاجة. نوع بسكوت فعلا مفيد جدا وطعمه جميل جدا، ومش هقول لكم يعني مفيد قد ايه بالذات للاطفال والجماعة بتوع الجيم، لان هو كله طاقة يعني ومش مكلف. العجوة مالية الدنيا والبسكوت مال البيوت يعني، اهو شايفين شكله زي ما قلت، تخن العجوة بقى انت اللي تتحكمي فيه حسب الولاد بيفضلوها او مش بيحبوها كتير يعني. طبقتين عجوة في وسطهم البسكوت، ومتغطية بالمكسرات او بالسمسم زي ما انا عامل فوق وتحت اهو. هنكمل تقطيع واوريك. انا خلصت تقطيع خلاص اهوت، هرصهم ونشوف اهو. ترصوا في الطبق شكلهم جميل جدا اهوت، هوريك واحدة عن قرب كده اهيت. بسكوتة جميلة خالص وطعمها حلو وطرية، طرية مش معنى ان فيها بسكوت ان هي ناشفة، طرية خالص اهيت. شايفة بتقطع معايا ازاي؟ اهي طرية خالص، حلوة حلوة فعلا بالامان. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. هو ده عامة عشان ولادكم مش علشانكم انتم والشباب، طبعا انتوا كله زي ما انتوا عايزين، بس يعني بالراحة لانه بيعمل سمنة وبيعمل مواضيع زي ما انتوا شايفين. شكله جميل جدا وطعمه زي ما قلت جميل، احلى من شكله. والسمسم عطيله طعم جميل، السمسم المتحمص بالذات، والحبة بتاعت بلح الطيب اللي احنا فرمناها عليها برضو بتدي طعم جميل. واذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك وشير واشتركوا في القناة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.